ما تخيل من الموافقه بالاهمال حتى كنا راح نجيبوا كارتيرو مع هذا اللي راح للمالي كان راح يجي كارتيرو باه يكون اجونس ما كارتيرو ما حبش قال لك انا من يا هو يا انا دونك طاحت الاجماع على نمر تسند الاتصالات ما جبناه للقاسم هنا يعني اتصلنا مع من طرف مناجر يعني كاين مناجر في الجزائر وكاين مناجر في الواحد ومن بعد ولات المول باسكو هو ما يحبش المناجر من بعد كان الا كونتاكت ومن بعد لومار ما عندوش مناجر تسمى من بعد ولا داكور كاين مناجر في الجزائر اللي كان حلقه توصل بيناتنا من بعد جا ولا نيغوسا هو كاريمون نيغوسا الكوتي فينونسي تاعو تسمى تفاهمنا على الكوتي فينونسي بقاو الامور تاع العقد كيما نقولوا لي ديطاي تفاصيل العقد هذوك ما نحكيش عليهم مد لاكور دو برانسيب رغم كل ما جات لي قلت لك حنا عايشين بالاشاعات اللي هنا رغم انه الاشاعات اي كانت اشاعه وما جاي ومن بعد كي جا قال لك وجاي برك روح ما يوليش ومن بعد جات الاشاعه تاع حتى وصل وين على قناه مباشره في الراديو وين يقول لك ما يزيدش من ثلاث شهور الحمد لله السيدة وجا وسنيا وسلك وقعد وعدة شهر وعدة ستة وذاك رايح يخلص العام وانا نقول لك شباب قاسم طينا يعني قوي بادارته قوي بالموقف تاع السلطات قوي بجمهوره ثاني قوي بالجمهور تاعو لا كنقولوا حنا قوي بالسلطات علاش؟ كيما قلت كاين ركيزه تسمى كيما قلت لك بان كاين رجال ورايا رجال وراك اللي يخليو فيك تخدم السلطات يمثلوا الدوله الجزائريه الدوله الجزائريه في خدمه الشعب 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 بغى تاريخ تاعو شغل حق التواصل هذا حق التواصل يعني ما الا حق التواصل حنا رانا همزه وصل نسيو كيف نديرو الشيء اللي نقدروا عليه الحمد لله لما راه هنا انضم عقد موسم واحد قلت لك موسم واحد انا شباب قاصد كنا نقعد في سياق الحديث يعني شباب قاصد كنا فريق متهيكل واكبر دليل بلي شباب قاصد كنا فريق متهيكل ومهيكل كما يقولوا ذاك حاليا من غياب الازمات يعني درك حب الحب هو يكره اللي يكره شباب قاصد كنا ما فيه حتى ازمه عنده تفسير ما صارت شي ازمه كاينش ازمه كاينش كريس كيما نقولوا كاين مشاكل طفيفه برك وما اثرتش الحمد لله شفنا كاين فرق نتمناو انه حنا فرق بوك لان البطوله بسطاح حنا مادا بينا 16 فريق نكونوا ملاح علاش قد ما تقوى البطوله الجزائريه تعد بفايده للمنتخب الوطني تعد بفايده للمنتخب الوطني يعني مادا بيا 16 فريق تكون قويه وتكون ما فيهاش ازمات تقدر نوليو نخليو الناس يخدموا كاين خدمه في نقدروا من يخرج فريق وطني بشرط يوفروا ظروف تاع الخدمه منشات لي موان يكونوا سواء هياكل قاعديه سواء اموال سواء من دون خدمه مرتبطه بالظروف دائما باسكو الشباب الجزائر لاباط كاينه قلت لك احنا المفيد في الحكايه هذه كما اننا توصلنا بان تعاقدوا مع طاقم فني عالمي اللي يخدم في فريق وطني تاع تونس فريق وطني تاع المغرب وفريق وطني الفرنسي مش كان بورتكي صادر وحالنا القاب عالمي فقط كبيره حتى ما يكونوش القاب القاب يعني تسمى ما حكاش من خلاص لا سيريز شي الكاطو تسمى كيما يقول لك لا الحب الحلو غادي فوق الكاطو مدرب اللي قعد 10 سنوات في الفريق الوطني الفرنسي عسكري قعد تقريبا 5 ولا 6 سنوات في الفريق الوطني الاول تاع فرنسا كمساعد ومن بعد كمدرب رئيسي شارك في بطولتين عالميتين شارك اسم البطولة العالمية شارك في بطولتين انتر كونتيننتال القارات شارك خطرة مع فرنسا باش هي تقدر وشارك خطرة مع تونس اللي خدات كأس بعد خدا منتخب وطني تونسي غادي عند التعريف من 6 سنوات بعد خدا منتخب وطني مغربي في حداته هذا مكسيري بدون ألقاب فريق اللي خدم في فرق كما هادو وطنية شرف كبير شباب قسنطينه ويعود هذا الطاقم وقف لاطوش يعني هذا بعد انجاز في حد ذاته انجاز يحسب بالدرجه الاولى هذه قلت لك السلطات في قسنطينه والطاقم الاداري تاع شباب قسنطينه والرجال اللي واقفين على الفريق صادر ما بنقصوش من قيمه الانجازات يعني زيد تحب ولا تكره لما عنده سلبياته عنده ايجابياته كما كل غير معصوم من الخطا مش معصوم من الخطا بصح تحب ولا تكره
عنده خبره كبيره. بصمه 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 تاعو كاينو شي بقى قسمنا شوفوا شي بقى قسم ديال التاريخ في لعبو النظام تاعو بحضور حتى اللاعبين حتى اللاعبين لعب كشف مدرب كبير في جودوتوس يقدر يقدم مدرب طاقم كما نقولوا حنا هو طاقم ما نقصوش بلي طاقم هذا فيه مش غير مش دي مساعد تاعو كان في الفريق الوطني التونسي محضر تسمى كمساعد ونقوم ندير له تحضير تسمى التجسس على الفرق لانه بالك الفرق الجزائريه الفريق الوحيد اللي عنده واحد يعني اختصاصه هو دراسه الفريق المنافسي قبل ما نقول قبل الواحد عندنا بنعاس اللي تسمى مدير الفريق العور اللي مع حارس معروف الوالي بالاضافه الى محطه بدني مغترب لعباني لعبني اللي مبين على المستوى تاعو وين شباب قاسم طينا من ناحيه اللياقه البدنيه راهو في الطوب استدير عاد عندنا طاقم بصح مازال على كاع مازال يعني السنوات المقبله ممكن الطاقم تاع شباب قاسم طينا يوصل 10 15 باسكو الفوتبول مودرن باه نكونوا فريق وباه نلعبوا البطولات وباه نلعبوا واحد لازم الطاقم يكون كاين تلزم تاع الفرق الكبرى دروك الطاقم تاعها 20 وين باسكو مازال مازال مازالت الخدمه كاينه ما كنتش نخدموا كل شيء سنه ما كنتش نخدموا كل شيء سنتين مي هذا مشروع من سنه لسنه نزيدوا من سنه لسنه نزيدوا كل سنه يكون فيها تطور ان شاء الله بيرفكسيون نقدروا نقولوا كاين لو ماب كيما قلت يحسب ولايه قصر بينا كنت مدرب لاكونت هذه وامر تاريخي كذلك بالنسبه للسياسي ثاني بقى تاريخيا باللي درب فريق 15 مدرب هذا درب الا المنتخبات الوطنيه نبقى اول مره تسمى في التاريخ ديالنا ما درب نادي اللي هو شباب قسنطينه نظن حاجه كبيره بزاف شرف كبير لينا وشرف ليه ثاني لانه الفريق تاع شباب قسنطينه ثاني ماهوش اي فريق نقص من القيمه تاعو نعرفوا القيمه تاع شباب قسنطينه انا شخصيا تما نعرف اعرف الانديه الجزائريه من اعرق الانديه والمدينه هذه الولايه يعني من اعرق المدن في الجزائر يعني من اعرق واقدم المدن الجزائريه هي عاصمه الجزائر من غبر التاريخ مارسيليسا يغرطا العثمانيين كي جاو عاونوا تسمى الدوله للمسلمين كي عداو منا الفتح الاسلامي استدر تراث كبير المدينه هذه هي تاريخ في حد ذاتها هي بعد مدينه بعد في حد ذاتها متحف مش هي نديروا بها متحف هي بعد هي متحف الهواء الطلق رائدة الحركة الوطنية يعني تاريخ كبير رجالات الجزائر اللي عدوا ولا المفكرين تاعها 80% من تمدرسوا على في مدينة قسنطينة شيخ بن بعدي يعني قلت لك متحف الهواء لو كان نفتحوا الصفحة هذه ما نفتحوش 10 حصص احنا نغتنموا الفرصة هنا ثاني باش نشكروا الدولة الجزائرية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية خاصة الزيارة الخارجة تسمى الوزير الأول رئيس الحكومة السيسي اللي من أبناء المدينة هذه ثاني ومن رجالاتها اللي برهنوا وطنيتهم ووحدتهم اللي تولوا بالولاية هذه اللي راح تكون إن شاء الله عاصمة الثقافة العربية الأساسية نطلبوا من السكان تاعها يكون الوعي الاختيار تاعها ومسؤوليه كبيره هذه مسؤوليه ويكونوا واعيين باه يعاونوا لانه كل باش ينجحوا التظاهر هذه باه ينجحوا التظاهر هذه والتظاهر هذه باه تنجح لازمها من غدا يعني من اليوم الناس علاش باه نسهلوا كاين اموال دوله مدت اموال مدت مشاريع لازم دروك هنا الناس وناس المدينه هذه يعاونوا السلطات هذو ويعاونوا الدوله باه يديروا المدينه هذه ينهضوا بها لان حان الوقت باه ننفضوا عليها الغبار وترجع متحف كما كانت متحف لانه قلت لك راهي متحف على الهواء الطلقة عدات عليها ما كاينش مثلا في العالم بزاف اللي عدوا عليها الحضارات الحضاره الاغريقيه الرومانيه الفينيقيه العثمانيه الحضاره الاسلاميه والحضاره الجزائريه المعاصره يعني الدوله الجزائريه المعاصره بلا ما ذكرتهمش انايا لانه الحضاره الامازيغيه حتى الامازيغيه ما نقدرش نقول مش حاضر لاننا احنا عرب امازيغيين مسلمين استطيع لازم نتركش شويه قسنطينه حاجه كبيره لازم نطلعوا النيفو
احنا قاعدين بالفوتبول هذا والواحد مدو برك مثال بسيط يعني وين يبان الفوتبول في حوايج خلاف ولا الرياضة هذه في الواد علاش نعتو باللي القاسم عيني ممكن يطلع المستوى تاعو ممكن يمد صوره ممكن يكون قاطرة جر وراها منطقة بإكمالها جر السفير كما جرت من قبل لأنه نهضة معاصرة جمعية العلماء هي اللي كونت الجيل أول نوفمبر مع بكل توجهاته بكل توجهاته يعني بتشوف الناس بعد من اللي كل واحد عنده توجه والله ايديولوجيا بصح ما يخبطش بلي كل عندها واحد المدرسة تاع جمعية العلماء اللي هي في مدينة صغيرة تكون قاطرة من الولاية هذه ولاية هذه عندها تاريخ ماضي لازم برك الحاضر هذا والمستقبل تكون لها يعني ما كانش واحد يشك في تراث مدينة قسنطينة ولو نربط الحدث بشبه قسنطينة من بين التراث تاع المدينة لازم نحافظوا عليه لأنه عنده تاريخ الألوان تاعو كثير خطيرة عنده تاريخ شكون اللي كونه المسبح اللي كانوا يسبحوا فيه السباحين في العجلة بقسنطينة الشهداء اللي استشهدوا في تاريخ لاعبين يعني تاريخ شباب قسنطينة شهداء لاصق في تاريخ مدينة قسنطينة.